أشباه الرجال هما ضحايا نساء ولا ضحايا بيئتهم؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من ضد الرجالة. ولكن سفاح التجمع ملف شائك موجود دلوقتي على الساحة، موجود في الطب الشرعي والطب الجنائي وكمان التحقيقات والنيابة. لسه موصلناش لنتائج أخيرة للتحليل النفسي لكريم اللي هو سفاح التجمع، وكمان موصلناش لقرار نهائي في إدانته الجنائية وملفه الكامل. كريم اللي هو سفاح التجمع زي ما بيقولوا عليه دلوقتي كيمو، ألقى الضوء على حتة مهمة قوي في برنامجنا، وان هو دايما بيقول ان هو ضحية ست واللي هي لبنى طليقته. كريم بيقول ان طليقته اتعرض منها للخيانة، وبناء عليه هي السبب في وصوله للمراحل اللي هو واصل ليها دلوقتي، والسبب طبعا في جرائمه المذكورة على الساحة. ولكن السؤال هنا، هو فعلا كريم ضحية طليقته ولا ضحية مرضه النفسي ولا ضحية بيئته وتربيته وضحية والدي؟ طبعا ده سؤال شائك جدا، بس احنا هنحاول يعني نوضحه ببعض الامور. الطب النفسي بيقول، ودكاترة الطب النفسي قالوا، ان الشخص لو تعرض للخيانة او لصدمة الخيانة من سن 4 سنين ل14 سنة طبعا لا يملك الرفض في هذه المرحلة، فبيتحول لما بيكبر جواه طاقة انتقامية وبينتقم من ضحايا اللي بيشبهوا نفس الشخصية اللي شافها في موقع او وضع الخيانة. والاغلب بيرجع وضع الخيانة منذ الصغر الى الام، وبيكون الطفل هنا ضحية والدته قبل ما يكون ضحية ابوه. بتبقى الام دايما هي الشخصية المؤثرة عليه. ولكن بعد سن 14 وفترة النضوج، لما الشخص بيتعرض للخيانة بيتولد جواه طاقة انتقامية وشخص غير سوي احيانا، وده مش دايما، نتيجة ان هو ما بيتعالجش نفسيا او بيحصل له تفريغ نفسي من الصدمة بتاعته، فبينتقم من كل ست بتعدي في حياته بطريقته الخاصة. وهنا هنحط علامة استفهام او علامة تعجب على النقطة دي، ونقول كريم سفاح التجمع هو شاف والدته في وضع خيانة ولا فعلا هو ضحية لطليقته بعد ما بقى انسان ناضج؟ طبعا جوانا تساؤلات كتير قوي. رجل ناجح ماديا واجتماعيا ودراسيا ورجل اعمال، ازاي يتحول الى مجرم وتنحدر اخلاقه وقيمه ومبادئه وتتحول الى الانتقام بطريقة دموية اجرامية ويطلق عليه القاتل المتسلسل؟ كريم اتحط في وضع انه كأنه يبدع ويتفنن في الانتقام والقتل من ضحاياه. علامات استفهام كانت حوالين اختيار كريم للضحايا بتاعته، ان اولا ما يكونش ليهم اهل يسألوا عليهم، ما لهمش بطايق في اغلب الاوقات، يكونوا من السيدات الساقطات او الذين يؤجروا نتيجة علاقات جنسية، وكان بيعتمد على ده على واحدة هي اوريدي بيبقى عندها البنات دول فبتجيبهم لكريم. كريم كان بيشترط كمان ان لازم يكون حجم جسمهم بطريقة معينة، وده كان ليه سبب عشان يكون يقدر ان هو يتعامل معاهم وقت التخلص من الجثة. كان بيحطهم في شنطة سفر ويرميهم في الصحراء في مناطق مختلفة. طيب، في حقائق كانت مخفية وقت التحقيق الطبي الشرعي على كريم، وكانت هي زي ما بنقول كده تصريحات عن لسان كريم قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، وهي كانت كالتالي. كريم قال ان هو من صغره ما كانش بيثق في والده ووالدته، والسبب ان هما وقت مرحلة المراهقة
شرحوا له العلاقة الجنسية بطريقة خاطئة، فهو اكتشف ان الطريقة دي خاطئة، فبطل ان هو يثق فيهم، ما بقاش بيثق فيهم نهائي لانهم من وجهة نظره كذبوا عليه. كمان كريم كان ليه في صغره شوية سلوك جنسي غير معتاد، وهو ان كان بيقيم علاقة مع الشغالة اللي موجودة عندهم في البيت. لبنى قالت ان هي اتعرفت على كريم في الغردقة وكان بيرسم وشم، وكانت هي كمان بترسم وشم، ولبنى بتحمل الجنسية المصرية وجنسية اخرى اوروبية. لبنى قالت ان هي اتجوزت كريم بعد قصة حب، وبعد كده بعد الجواز بدأ يظهر على كريم سلوك جنسي غريب شوية وغير معتاد، وكان بيقوم بتعذيبها ووقت العلاقة الجنسية، وبيعمل معاها أمور كتير شاذة جنسيا. وصلت الأمور بيه ان هو بقى شخصية شكاكة وبدأ يشك فيها، ومن كتر التعذيب هربت منه وسافرت على أيرلندا. يقال على لسان كريم انه كان متزوج قبل لبنى زوجة تانية، ودي طبعا ما تمش الفصح عنها، وهي برضو هربت منه وسابته زي ما لبنى عملت بالظبط. السؤال هنا، العيب في كريم ولا العيب في الستات اللي دخلت حياته؟ كريم كان بيتفنن في الانتقام من ضحايا، وكأنه يرى في كل ضحية لبنى طليقته زي ما هو ذكر، زي ما علم النفس بيقول. كريم كان بيعذب الضحية، وكان بيتم عمل علاقة جنسية معاها بعد الوفاة. كريم على لسان زوجته لبنى ان هو كان مدمن للمخدرات بطريقة شرهة، وصل لمرحلة ان هو كانت بتجيله وساوس و يعني تخيلات مش موجودة على أرض الواقع، منها ان هو تخيل ان هي بتخونه، وبالفعل عمل او رفع عليها قضية زنا، وستيل القضية شغالة لحد دلوقتي. طيب كريم من ضمن ضحاياه كان في ضحية اسمها رحمة، يقال او على لسانه ان هو كان بيحبها جدا، وكان ابنه متعلق بيها جدا جدا جدا. كريم كان بيقيم علاقة جنسية مع رحمة عادي جدا، طبعا كان فيها نوع من انواع الشذوذ بكل الصور بتاعته. كريم بيقول في الطب الشرعي، وصلت لمرحلة عدم اللذة وعدم الشهوة مع رحمة، وبقيت حاسس ان في حاجة اكتر ممكن اعملها، ففكرت ان انا بعد ما كنت باخد المخدرات وبديها مخدرات عشان تغيب عن الوعي، واعمل معاها علاقة جنسية وهي مغيبة عن الوعي، بدأ الموضوع بالتدريج ما يجيبش معاه وما يحسش بنشوة في الطريقة دي، ففكر بطريقة دموية وإجرامية ان هو بالفعل يقتلها، والهدف من القتل كان انه يقتلها عشان يقيم علاقة جنسية معاها. السؤال بقى هنا، الشخص اللي دماغه جابته وتفنن انه يوصل لنشوته الجنسية عن طريق ان هو ينام مع جثة هامدة مقتولة بطريقة دموية وتحت تأثير المخدر، هل ده شخص طبيعي؟ او لا؟ طب هما لغاية دلوقتي في علم النفس او في الطب الشرعي لسه ما قدروش يوصلوا لهوية نفسية لكريم بسبب مراوغته في الاجابات. طيب خلينا نقول ان كريم بينام مع الجثة وبيتم تصويرها بفيديو كامل، هل في شخص واعي وشخص سوي بيعمل حاجة زي كده؟ احنا كبني ادمين طبيعيين نخاف نشوف جثة بس ونقعد جنبها، مش بس نصورها ونعمل علاقة جنسية معاها. اعترافات او تصريحات حصرية في ضد الرجالة، ولكن كريم لغاية الآن لم يثبت مرضه النفسي،
والتحليل المبدئي لكريم كالتالي: شخصية تشككية لديه أفكار مرضية عالية جدا، يضخم المواضيع زيادة عن اللزوم، أو شخصية سيكوباتية عنده القدرة على كذب الأشخاص وكذب ودهم وثقتهم، وفي النهاية يتلذذ بالانتقام منهم وخيانة الثقة التي وضعت فيه. ده التحليل المبدئي اللي حطه الطب الشرعي وعلم النفس لشخصية كريم. التصريح ده يقول ان كريم مريض نفسي، وينفي ان كريم مريض نفسي وانه كان شخص واعي جدا وهو بيعمل كل التكنيك او الترتيب اللي عمله من اول الشقة ومن اول الأوضة العازلة ومن اول التعذيب ومن اول المخدرات اللي بيديها للضحية لحد قتل الضحية وعمل علاقة جنسية معاها وكمان التخلص من الجثة، وبالمناسبة كان هو اللي بيبقى سايق العربية. بعض علماء النفس عن بعد فسروا حالة كريم ان هي ان هو مصاب بمرض اسمه ثنائي القطب، وده مرض نفسي. المرض ده بيكون عبارة عن اضطراب نفسي او اضطراب مزاجي يسبب تغيرات شديدة في المزاج وفي مستويات الطاقة والسلوك. ومن اكتر الاعراض بتاعه مرض ثنائي القطب هو الهلوسه في بعض الاحيان وتخيل الاشياء الغير صحيحه. وهنا هنقف شويه ونقول اللي بيحصل لكريم ده صح او لا، او فعلا يتناسب مع التفسير ده او لا، لان هو تخيل ان زوجته بتخونه، وبالتالي بناء عليه في كل إجابة في النيابة وفي التحقيقات معاه كان بيقول لبنى السبب لبنى السبب، كان دايما تردد كل كلمة بعد كل إجابة وبعد كل تبرير لكريم عن جرائمه بينسب الموضوع للبنى طليقته وان هي السبب، لانه في الاساس متخيل انها خانته، مع ان حتى الان مفيش اي ادلة واضحة للخيانة، مفيش اي حكم صدر ضد لبنى، بالعكس القضية قد تكون غير موجودة من يعني مش مستوفاء البنود بتاعتها. ورغم كل ده كريم رغم حبسه على ذمة القضية لحد الان مستمر في رفع قضية الزنا على طليقته لبنى. تصوير كريم للجثث او للعلاقة الجنسية اللي بتحصل بينه وبين ضحاياه بعد الوفاة. اتقال ان كريم عنده ثروة طائلة جدا. طب كريم حصل على الثروة الطائلة بتاعته دي منين؟ هل بس من التاتو والمشاريع اللي عملها وان ليه مشاريع برا مصر؟ هو ليه مشاريع برا مصر، بس تفنن كريم في تصوير الضحايا وهو بيقيم معاهم علاقة جنسية بعد الوفاة حواليه علامة استفهام كبيرة، وهي الدارك ويب. الدارك ويب دي مواقع بتكون موجودة بيتم نشر فيها محتوى ما، صور، فيديوز، منشورات، ولم يتم الإفصاح عن صاحب هوية المنشور والمحتوى ولا حتى موقعه. وهنا في تشكيك ان كريم حصل على الثروة الطائلة بتاعته جزء كبير منها عن طريق الدارك ويب، وانه كان عشان يتميز في الدارك ويب كان بيتفنن في عمل محتوى غير طبيعي عشان ينجح في الدارك ويب. طيب هنرجع تاني لموضوعنا ونقول أزمة الثقة اللي كريم اتعرض لها نتيجة خيانة طليقته، ده لو خانته فعلا مع ان لم يثبت ده حتى الان، وانا برجح ان هي ما خانتوش. تمام. كريم
يقال انه عمل مشروع بعد زوجته بعد ما رجعوا مصر سنة 2017، كان عبارة عن تاتو، ادوات تاتو، بعدين تعليم تاتو، وبعدين عملوا مشروع تاني خاص بعلاجات الشعر والبشرة، تجميل يعني. رغم ان هو كان بيثق فيها ثقة عمياء، واتصدم ان هي بتخونه، هنا تحول كريم من شخص سوي محب الى مجرم يتحدث عنه المجتمع كاملا، ومش بس المجتمع المصري، لا كمان المجتمع العالمي. طيب، الخيانة ممكن تولد انتقام وتحول الانسان من شخصية طبيعية الى شخصية غير سوية، دموية، اجرامية. ممكن تحول ده، وعلماء النفس قالوا كده، بس في حالة واحدة، لو الشخص ما تعالجش بعد الصدمة اللي حصلت له من الخيانة، ولو الشخص كمان كان عنده قبل كده خلفية نفسية فزادت بعد صدمة الخيانة وما تمش معالجته، فبيبدأ ان هو ينتقم من كل الشخصيات اللي بالنسبة له شبه الشخصية اللي خانته. دي كل التصريحات الحصرية من ضد الرجالة، ولكن عن سفاح التجمع كريم. عايزين نقول في النهاية، الخيانة هي انتهاك وخرق لأمانة. الخيانة هو شخص ائتمنك على ذاته وعلى ماله وعلى قلبه وعلى مشاعره وعلى روحه، وانت خنته وسلبت منه كل ده. بالتالي الشخص هنا بيتولد جواه طاقة انتقام، صدمة، خوف، عدم ثقة، ما بيقدرش يحطها في ناس تانيين. الحل ان احنا نتحول لاشخاص غير اسوياء، ولا ان احنا نتعالج. دايما في برنامجنا بننوه ان لازم بعد كل صدمة نفسية بنتعرض لها، اولا الاستعانة بالله عز وجل، ثانيا نروح لدكتور نفسي او لايف كوتش علشان نقدر نتعافى نفسيا، ونقدر ان احنا نداوي الجرح اللي حصل جوانا وجوه روحنا وجوه قلبنا، ونرجع تاني اشخاص اسوياء، وان الدنيا دايما ما بتقفش على شخص، والحياة عمرها ما بتقف عند صدمة. مفيش راجل بيخون ولا بيهين ولا بيذل الست اللي عايشة معاه تحت سقف واحد، ولا بيحرم ولاده من فلوسه، ولا بيوجع حد حبه وينتقم منه. كل دول ما ينفعش يساوي جنبهم كلمة راجل، بيبقى ذكر وليس رجل. على النقيض، مفيش ست اتربت صح على اصول واخلاق وتعليم دين وعارفه ربها وعارفه حقوقها كزوجه وكأم وكأنثى ليها رساله في المجتمع في تربيه اجيال تخون ثقه راجل ادها اسمه وشرفه وماله وعرضه ووثق فيها وتبقى ست، او يتقال عليها انسانه سويه، يتقال عليها شبه ست، يتقال عليها اي حاجة غير كلمة ست بيت، او يتقال عليها اي حاجة غير كلمة ام او كلمة زوجة او كلمة واحدة تستحق ان تعيش حياة كريمة. الخيانة سواء ست او راجل مرفوضة. الصدمة النفسية ما بنقفش عندها، الصدمة النفسية ما ينفعش توقف حياتنا، الحياة مستمرة. من أمنك لن تخونه، ولو كنت خاين، اللي بيديك الأمانة والثقة ويأمنك على روحه وقلبه وعرضه وشرفه وعقله وكيانه وبيته ما ينفعش تخونه. لا مبرر للخيانة سواء لست أو راجل.
مع ان علماء النفس قالوا ان خيانة الست مبررة وخيانة الراجل غير مبررة، وكان الاستناد هنا على ان الراجل الشرع حلله ان هو ممكن يتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة، لكن الست مش من حقها تتجوز واحد واثنين وثلاثة واربعة ولو موجودة في علاقة مؤذية وشخص بيأذيها وبيضربها وبيهنها وبيذلها وما بيصرفش عليها وخانته. فمن هنا كان الاستناد عن العلاقة او الخيانة تكون مبررة، وده في علم النفس، ولكن احنا تحت سقف الحكم الالهي قبل الحكم الانساني والحكم الجنائي، فالخيانة غير مبررة والخيانة ملهاش اي مسمى ولا اي مبرر لاي خاين. كريم هو ضحية ست ولا ضحية بيئته؟ من الواضح ان كريم او قضية سفاح التجمع تمتلك الجزئين، وارد يكون ضحية طليقته بناء على اقواله، ووارد يكون ضحية بيئته او الافكار المغلوطة اللي تربى عليها في والده ووالدته وسلوكه الجنسي الغير معتاد اللي كان بيحصل منذ الصغر. لم يتم الفصل حتى الآن في قضية سفاح التجمع، وإحنا كضد الرجالة، ولكن ما نقدرش نفصل هل كريم ضحية من ضحايا الستات ولا ضحايا بيئته ومرضه النفسي. استنوني في الحلقة الجاية من ضد الرجالة، ولكن ما تنسوش ان رأيكم دايما بيكمل رأينا، وتابعونا على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي.